بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كما تلاحظون انتهينا من الآلة، قمنا بتجربة صناعة حوالي متر تقريبا، يعني انتهينا من كل شيء، يعني كل شيء. بالنسبة هذا حامل الشباك، هذا حامل السلك، قمنا بالتغيير عليه حتى يعطينا انسيابية جيدة ونتيجة كذلك جيدة بهذا الشكل. هذا هو الكابتر، يعني كما تلاحظون هنا العداد، زر تشغيل الإرجون. هذا هو العداد، هنا ضبط العداد، اشتغل معنا العداد كما تلاحظون مضبوط على 31 دورة، يعني 31 دورة. هذا هو العدد. هنا نقوم بالتجربة فقط، يعني بالنسبة لدواسة التشغيل هذه هي. هنا سوف نريكم كيف تشتغل يعني بالعداد كما تلاحظون. هذا هو، يعني تتوقف تلقائيا عند الوصول الى النقطة. هذا هو العمل بالعداد، يعني يعطينا نتيجة جيدة ويساعدنا في العمل. هذه هي الآلة كما تلاحظون. بالنسبة للشباك هذا هو، وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.